الالبوم عشتيها ايه كمان؟ يعني هنكمل في الالبوم، بس اصعب ازمه نفسيه عشتيها وشايف انها لحد النهارده مأثره عليكي وخسرتي بسببها كتير؟ لا انا مفيش حاجه اثرت عليا، وبجد انا مش مكتئبه يا جماعه اقسم بالله، عشان انا يعني انا فعلا انه حد قال لي انت زعلانه، لا انا مش زعلانه بالعكس. ايه وانا ان انا اقول او ان اقول حاجه مضايقاني او نصارح بيها الجمهور عشان ما نبقاش في دايره النفاق دي اللعينه، يبقى انا زعلانه ولا مكتئبه؟ مش زعلانه خالص، بالعكس انا مبسوطه بردود الافعال، مبسوطه اني موجوده واني في سباق ضخم جدا من الاغاني ومن مع فنانين كبار وموجوده، والحمد لله في فيدباك كويس كويس. انا مش زعلانه، انا مفيش حاجه مزعلاني بالعكس. لا انا مكنتش، بس حاجه مأثرة عليا. لا لا ازمه نفسيه عشتيها، وطبعا كنا عارفين برضو جت فتره واعلنت اعتزالك وحصل. ما اعلنتش، ما هو دي المصيبه اللي انتوا بتقولوها للناس. انا ما اعلنتش اعتزالي، انا كان بوست كايدي عشان انه البومي اللي كان طالع ده كان مفروض اخر انتاج انا هنتجه، كان قصده خسارتي الماديه، واتخرست لانه ما كنت من صدمتي انه فلوسي كده راحت، لانه خبر اعتزال وانا ما اعتزلتش. ما طبعا ما انت بتخيل حد كل فلوسك في قلبه وفي الاخر قال له ان انت اعتزلت وانت اصلا تعبان ومش قادر تتكلم. طبعا كان لازم اتصدم، بس والصدمه الاكبر ان انتوا لسه مقتنعين ان انا اللي اعتزلت. ده انا بقالي 3 سنين بقول مش انا يا جدعان، مش انا والمصحف. احنا عايزين نتكلم ناكد المعلومه دي واحنا منزلين البوم جديد يا جماعه. لا كل ده كانت ما انا قلت بقى غلط. لا دي اكتر ازمه اثرت عليا فعلا، انه الناس مصدقه ان انا اعتزلت وان انا مش عارف ايه، ومحدش راضي يعترف بان انا اعلاميا، حتى محدش اعترف ان انا رجعت. طب عامل ايه تاني؟ مش عارف اعمل ايه. حضرتك هتصوري كل اغنيه؟ صورت خلاص الحمد لله. بس في اغاني ثانيه التمانيه خلاص صورتيهم؟ التمن اغاني بس، يعني في اغنيتين لسه نازلين بس اتصوروا. نخلص بقى عشان خاطر اللي ما يشوفش دي ان انا ما اعتزلتش يشوف اللي بيحلق على اللي بعدها. كان المفروض فيلم موسيقي وتحول لألبوم. ما هو ده هو بقول لك، احنا انا اخاف الراجل يخش الانعاش، عشان مين هيعمل فيلم؟ بس ما الظروف كانت وحشه غصب عننا والله. مش شايفه ان ده نوع من الدعايه انه مثلا يعني يخلي الالبوم كله مشوف، يعني مش مثلا ان هم يسمعوا الالبوم او يشتروا السي دي مثلا؟ مفيش سي دي يا حبيبتي، احنا خلاص بطلنا الطباعه من زمان، مفيش سي ديز خلاص، الدنيا خلاص اختلفت، والناس بقت تدور دلوقتي على الاغنيه اللي بتطلع ترند اللي مش عارف ايه بس، لكن كلها محاولات. احنا بنحاول نروج للاغاني دلوقتي عشان الناس تشوف الاغنيه تبقى ترند وتعمل في الديجيتال فلوس الى حد ما كويسه تعوض الانتاج. كان نازله في نفس توقيت عمرو دياب، اشمعنى؟ والله ما اعرف، هو اللي عمل فكره فيا مره. نفس الكلام، انا ما قلتلوش يعمل كذا. سمعتي الالبوم؟ حلو ولا سمعت؟ سمعت سمعت. ايه اكتر اغنيه عجبتني؟ اكتر اغنيه عجبتني، لا في اغاني كتير وانا اقعد اقول بقى الليستة كلها. فاكره اغنيه لما افتكر الاغنيه اللي علمت معاكي يعني بتاعت يوم تلات تلات بنات نداهول. غني حته طبعا. انا مش قادره اتكلم عشان اغني والله.